السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة. نبدأ ونقول بسم الله ونشوف مع بعض هنجهز الكشري ازاي. في البداية بنحتاج طبعا لبصل مقطعينه جوانح، وبنحتاج لكوباية من الخل، بنحتاج لطماطم وثوم، عدس اسمر، رز، شعريه، مكرونه صغيره، مكرونه اسباكيتشي، وحمص. طبعا الحمص اختياري، اللي حابب يضيفه، اللي مش حابب براحته مفيش مشكله. نبدا ونشوف هنجهز الكشري ازاي. البدايه طبعا بعد ما قطعنا البصل جوانح هنجيب كوبايه الخل ونحطها عليه بالشكل ده وننقعها فيه ساعه. طبعا بيفكك البصل معانا بالشكل ده. طبعا بعد ما حطينا الخل على البصل وسبناه عشان يتناح في الساعة، نبدأ نجيب طماطم ونقطعها بالشكل ده من فوق، ونكون مجهزين مية سخنة ونحط فيها الطماطم وبصلايه وست فصوص ثوم، ونسيبهم يغلوا على النار ونكمل مع بعض. طبعا هنا حطينا ميه لمسلي المكرونه، نبدا نسلق المكرونه. طبعا بالنسبه للمكرونه بنحتاج المكرونه الصغيره دي ومكرونه اسباكيتشي. ودلوقتي هنحمر البصل مع بعض. بنحتاج لمقلة ونحط زيت فيها، طبعا بنحتاج لزيت غزير لتحمير البصل. طبعا بعد ما حطينا الزيت لازم الزيت ان هو يغلي معانا الاول، وبعد كده بتكون على نار عالية وننزل بالبصل في البداية، وبعد كده بنهدي النار نخليها نار متوسطة عشان البصل ما يتحرقش مننا ويستوي القلب بتاعه. وطبعا الخل اللي متبقي من البصل بنرميه، مش بنحتاجه في حاجة تاني، احنا يادوب بس بنكون نقعين البصل فيه. دلوقتي بنحتاج رشة من الملح على البصل، ودلوقتي هناخد المكرونه نصفيها بعد ما استوت، وهنا الطماطم بعد ما سلقناها بالبصل والثوم نسيبها تبرد ونضربها في الخلاط عشان نجهز الصلصه مع بعض. دلوقتي هنسلق مع بعض الحمص وهنسلق العدس. دلوقتي ده شكل البصل بعد ما اتحمر، نبدا ان احنا نشيله من الزيت على مناديل. ودلوقتي في مقله على النار بناخد شويه من الزيت ومعلقه من الثوم، واول ما تحمر معانا بننزل بيها على المكرونه اللي احنا سلقناها مع بعض. دلوقتي طبعا بناخدها وبننزل بيها على المكرونه، بتدي طعم حلو جدا للمكرونه وريحه حلوه ليها. الرز مع بعض. في البداية هناخد كوباية كبيرة من الرز، عليها معلقة واحدة من العدس الأصفر. في البداية طبعا بنجيب حلة على النار وناخد من زيت البصل اللي قلينا فيه البصل، وناخد شوية من الشعرية ننزل فيه. طبعا بعد ما الشعرية بدأت تاخد لون معانا ناخد معلقة من الثوم ونحطها عليها. بتفرق طبعا في الطعم. وبعد كده بننزل بالرز
طبعا في ناس بتعمل الشعريه لوحدها وتسويها والرز لوحده، بس انا طبعا بحب احط الاثنين مع بعض. وبضيف ليها مكعب مرق الدجاج وشويه من الملح. طبعا ما بنزلش بالميه على طول، بغلف الرز الاول. طبعا بعد ما غلفنا حبيت الرز من الزيوت زيت البصل، نحط حته من الثوم تاني بالشكل ده صغيره، ونبدا ننزل بالميه. وهنا طبعا بعد ما ضفنا الميه نسيب الرز يستوي. وطبعا هنا بعد ما صفينا العدس من الميه بتاعته رجعناه في الحله تاني وحطيناه على النار لحد ما يتشرب الميه، ما يبقاش فيه اي ميه، ونبدا ان احنا نعمله بالشكل ده. بنهرسه كده عشان يدينا الطبقة التجييرة اللي بتبقى في العدس بتاع المحلات. طبعا بعد ما بيتشرب كل المية اللي فيه، ما بيكونش فيه ولا نقطة مية، نضيف الملح ونضيفه عليه. طبعا في البداية ما بنضيفلوش اي ملح خالص، في الاخر بنضيفله الملح. وبعد كده بنسيبه يبرد تماما عشان نشوف التجييرة اللي بتكون في العدس. ودلوقتي هنعمل الصلصة مع بعض. بنجيب حلة ونحط فيها زيت من بتاع البصل اللي احنا قليناه مع بعض، ونكون ضربنا الطماطم اللي سلقناها بالبصل والثوم، وننزل بيها بالشكل ده. طبعا بنضيف ليه صلصه مركزه، دلوقتي بعد ما حطينا الصلصه في الحله نبدا نجيب مقله وفيها شويه من زيت البصل، وناخد معلقه كبيره من الثوم ونضيف عليها. وننزل بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه والتوابل السبعه، نحط السبع بهارات. طبعا الصلصة الكشري ما بيتحطلهاش خل، لان الخل بيكون في الدقة بس، اول ما بنشم ريحة التوابل والثوم. دلوقتي بننزل بيها على الصلصة. دلوقتي بنحط معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة. طبعا اللي مش بيحب الكزبره الناشفه ممكن ما يضيفهاش، بس هي طبعا دي اساس من اساسات صلصه الكشري. وبنضيف الملح ونسيبها تتسبك. دلوقتي هنعمل مع بعض الدقه. مكونات الدقه، في البدايه هناخد من ميه الحمص، واللي ما عندوش حمص ممكن يعملها بميه عاديه. وبناخد معلقه من الثوم عليها، ومعلقه من الكمون، ونص كوبايه من الخل، والملح، وشوية من الشطة، ونسيبهم يغلوا على النار.
ونعصر عليها نص نص ليمونه. طبعا هنا بعد ما عملنا الدقه بتاعت الخل الكشري نعمل مع بعض دقه الطماطم ونشوفها بنعملها ازاي. ودلوقتي هنعمل مع بعض دقه الطماطم. في البدايه هناخد شويه من زيت البصل وعليهم معلقه من الثوم. طبعا اللي هيقول ان الثوم كتير، طبعا هو الكشري اساسه هو الثوم. اول ما بياخد لون بنحط شويه من الكزبره وعليها شويه من الدقه الخل اللي عملناها. شوية من صلصة الطماطم. وبكده نكون عملنا مع بعض دقة الطماطم. وبكده نكون عملنا مع بعض دقة الطماطم. نعمل مع بعض دقة الشطة. ودلوقتي هنعمل مع بعض دقة الشطة. في البداية هنجيب شوية من زيت البصل اللي عملناه مع بعض ومعلقة كبيرة من الشطة هنقلبها فيها. وطبعا أول ما بنشم ريحتها ننزل عليها بكبشة من الصلصة. وكبشة من الدقة بتاعت الخل اللي عملناها مع بعض. بالشكل ده. وطماطمها متقطعة. طبعا دي اختياري اللي حابب يضيفها، اللي مش حابب مفيش مشكلة. وبكده نكون عملنا مع بعض دقة الشطة ونجهز مع بعض طبق الكشري. وطبعا ده شكل الكشري اللي عملناه مع بعض، ودي الصلصة والدقة والشطة ودقة الثوم. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.